في إطار معناها ديما الحرص على تجميع القوى وتوحيد الصفوف الناس كل في الجهة على مقاومة الفيروس هذه ومقاومة الجائحة هذه، عقدنا جلسة مع الأخيين على مستوى جهوي الجمعيات والمنظمات الوطنية والجمعيات الجهوية، كيف الاجتماع هذا قابلوا اجتماعات أخرى محلية في كل المعتمديات اللي مستمعين مع السادة رؤساء الجمعيات والمنظمات المحلية ومكونة المجتمع المدني المحلي. الغرض من الاجتماع هذا أول حاجة إنه احنا وحدنا من الدولة وحدنا مش بتعمل حتى شيء إذا كان ما عضاش المجتمع المدني في هذا، إنه التحسيس والتوعية والخيل كل هذا معنا عبرون على استعدادهم في الحكايه الحاضرين، انه لازمنا التحسيس والتوعيه توصل اكثر عدد ممكن من الناس، اكثر عدد ممكن من معناها من المواطنين، عبر معناها كل الوسائل المتاحه للجمعيات والمنظمات هذه، باش يعاونونا على الانخراط في البروتوكولات الصحيه، يعاونونا على التباعد الجسدي، يعاونونا على حرصهم ان المواطنين يكون لابسين كماما، يحترموا التباعد الجسدي، ان يغسلوا يديهم بالماء والصابون. هذه ابسط الابجديات للوقايه، وان شاء الله معناها المجهود هذا وكيما وعدونا به الخيات كل باش يعطي، ان شاء الله نتاكد انه مش يعطي كله ثماره. كذلك ان قلنا لهم اذا كان ثم بعض المقترحات من شانها انها تكون معناها عندها تاثير ايجابي للحد من عدوى فيروس كورونا في الجهة، واخذنا بعض المقترحات من الخيان وان شاء الله مش ندرسوهم في اللجنة الجهوية، ولما لا حتى معناها بعض المقترحات مش نرفعوهم للجنة الوطنية الاخذ بعين الاعتبار اذا كان الامكانية تطبيقهم، وان شاء الله ربي يحمينا ويحمي جهة المهدية كل شركة كله.